كنا سمعنا منذ قليل حمى الهمامي أمين عام حزب العمال وتوضيحه للدعوة لأنصار النزول للشارع غدا مسيرة تتزامن مع مسيرة حركة النهضة. برشا تصريحات في هذا السداد خليفة، حتى نستحضر آخر تصريح البارح لعبد الكريم الهاروني لقيس سعيد ورسالته موجهة المرة هذه، يقول له غدوة باش نهبطولك الشعب للشارع باش يقول لك الشعب لا يريد حل البرلمان، وفي نفس الوقت يقول احنا رانا معنا حتى مشكل وحتى إشكال مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. كيفاش تفهم التصريحات مختلف الأطراف هذه وعلاش التركيز على الشارع؟ أولا كثير عليهم أن نتحدث باسم الشعب، هذه قوى سياسية منظمة معبأة مش الشعب. الشعب راهو خروجه انفعالي عفوي غير مؤثر وغير منظم وقت نتحدث عن الشعب، وهذا وقع 2011 وقت خرج الشعب ويعلم الجميع أنه غير مؤثر وغير منظم وما عندوش قيادات وما عندوش سياسات. وحتى في وقت الأحداث الأخيرة في جانفي كنا نتحدث عن الشعب مش بالأغلبية والأكثرية، لكن كان غير منظم عفوي انفعالي يعمل كل شيء. هذه قوى سياسية أردت نهضة تقول ها هنا موجودة حركة النهضة كقوة سياسية معبأة منظمة واضح، ولا أعتقد أنها في جزء منها رد على قيس سعيد، في جزء آخر كذلك رد على عبير موسي، لأن تقريبا الطرف السياسي اللي قاعد يخرج باستمرار ومنظم وعنده قدرة تعبوية هو عبير موسي، في جزء منها رد على اليسار، وكانت حدث السيد حمد الهمامي في علاقة بذكرى اغتيال بالعيد والمطالبة بدم بالعيد يعني من الجانب القضائي وغيره. ولكن أنا قراءتي ليش نعملوا بها نتائج الانتخابات خليفة؟ شنو المشكلة تعمل بها؟ لأن نتائج الانتخابات ماهيش نتائج مقدسة. الأزمة تتحل بالشارع ولكن زاد نتائج الانتخابات تحلش مشاكل الناس، راهو ماهوش سك على بياض الانتخابات هما يتحدثون وأنت انتخبني والصندوقات شوي وأنا نمشوا نتحاكموا في المحكمة نقول لك أنا انتخبتك لهذه الأسباب وأنت لم تفي بوعودك الانتخابية. ما هو انت عندك جمله من النقاط قدمتها للشعب باش ينتخبوك وما حققتهاش، لكن انا قراءتي الخاصه والبسيطه والمتواضعه اعتقد انه حركتنا بهذا الخروج بدات تعد العده للتخلي عن المشيشي، ستثبت الايام ذلك. هذا ميزان قوى تضعه في الشارع تؤكد من خلاله هي ليست في حاجه للمشيشي، هو في حاجه اليها، انا القوى والطرف المحدد، الاطراف اللي معها كذلك الان كحزام برلماني انتم تابعيني مش انا تابعتكم، انا القوي وانتم منضمين الي. بعد هذا الخروج ستدخل في باب التنازلات السياسيه، وحدث هذا في الاعتصام نتاع القصبه الذي كان اعتصاما موازيا لاعتصام باردو اللي تم امام مجلس تاسيسي، وبعدها دخلت حركه النهضه في المفاوضات. نمشي لموضوع اخر، وين دعا رئيس الجمهوريه قيس سعيد عالم الفضاء التونسي بوكاله الفضاء الامريكيه ناسا محمد عبيد إلى أنه يخصص مكان في الصاروخ القادم ترسم عليه الراية التونسية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها معها البارح وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. لفتة طيبة من رئيس الجمهورية اللي ثمن قيمة كفاءة من الكفاءات التونسية ناجي، لكن الطلب هذا والجملة هذه بالتحديد اللي جات في آخر بلاغ رئاسة الجمهورية كانت محل حديث الجميع البارح، ثم اللي ثم منها وثم اللي تندر ولات محل تندر من عدة أطراف. هل الطلب هذا يستقيم منطقي؟ يعني بمنطق المخيال الشعبي التونسي قد يستقيم، وهذه أمنية على كل معناها، وكل الأمنيات معناها متاحة وقد تجد لها معناها شيء من المنطق لك، رغم أن التوانسة كعادتهم معناها تندروا بالحكايه هذه معناها البارح، وفما حتى شكون اللي معناها مشى به معناها الخيال ابعد من هكا ورسموا صوره معناها لصاروخ فيه علم تونس وكذا مكتوب عليه الحنينه و عائد باذن الله. ايوه عائد باذن الله. امنيه معناها من حق رئيس الجمهوريه ان يحلم، لكن انا نمشي ابعد من هكا. نقول رئيس الجمهورية به أنه يتصل بشخصية تونسي معناها بعقل ذكي يخدم في الناسا، يعني في وكالة من أكبر وأقوى الوكالات في العالم، وكالة الفضاء في العالم. يحبذا لو نهار يعني يجري اتصال، حتى رئيس الجمهورية تجري اتصال بالشباب هذم بالتوانسة هذم الكفاءات الأدمغة هذوما
راهو عندنا شكون اللي يخدم في شركه جوجل وما ادراك، عندنا شكون اللي معناها يحتل شركات كبرى عالميه بالضبط، ولا شركات كبرى ومؤثره جدا ماليا وحتى سياسيا. برهان بسيس اهلا وسهلا بك. مرحبا 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 مرحبا. نخطفك على الطاير، الطلب هذايا هل يستقيم ولا لا؟ طلب رئيس الجمهوريه بوضع رايه تونسيه على صاروخ القدم. والله انا قلتها من قبل، بكشي السيد الرئيس استعمل في الاستعاره الادبيه، لا اعتقد معناها انه وضع رايه تونس وضع من خلال وجود تونسي، من خلال وجود كفاءه تونسيه، من خلال وجود على الاقل مشاركه تونسيه في مثل المشاريع يتم الانسانيه جمعاء. ولكن يطلب منه هو السيد الرئيس يعرف صلاحيات سي محمد عبيد، يعني ما نجمش يهز معناها سطل دهن ويحط معناها الرايه التونسيه غاديك في الصاروخ. الصاروخ هو ملكيه امريكيه لوكاله النازا الواحد، وسي محمد عبيد انا شفت صيغه انه دعاه من المفترض انه يقول له يدعوه لتشريف الرايه الوطنيه، يدعوه لكذا. انا اعتقد انه الرئيس استعاره ادبيه اكثر منها طلب واقعي يعني مباشر اداري، لانه مش من صلاحياته سي محمد عبيد باش يحط الرايه التونسيه فوق صاروخ يدهنه، فهمت؟ في وسط هذا الكل خليفه، عندنا تونسي كفاءه تونسيه وصلت الى هذه المرحله اللي هو محمد عبيد، على الاقل نشوف الجانب الايجابي. احنا ذهنيا زرني الرايه التونسيه ينافسنا عليها البعض في وطننا، احنا العلم غير تنصب في تونس يسمى فضل من عند ربي، هناك رايات اخرى اليوم تنافسنا على سيادتنا الوطنيه، وبرا نشوف نسبه الدين، وبرا نشوف معناها التصرف نتاع السفراء الاجانب مع القوى السياسيه في تونس، ونشوف يعني التدخل الاجنبي في الاراده الوطنيه التونسيه، ونشوف كيفاش منفعل اجنبي يلعب في دور في الحياه السياسيه الوطنيه. احنا كي ننصب الرايه التونسيه الان في وطننا مكسب كبير، في المريخ نشوفها حدره، تو ما ثماش كائنات غادي موجوده على كل حال لحد الان، معناها المركبة الفضائية ما اثبتتش وجود الحياة في المريخ، يعني طلب عادي. ثم كفاءات، طبعا هناك كفاءات وكثير من الكفاءات التونسية في الخارج، معناها مش كان محمد عبيد، هناك أكثر من كفاءة يعني في القديم ونتوسم كذلك، وإحنا بالعكس بلد ولا يعاني من هجرة الأدمغة، يعني كثير من الأدمغة التونسية الآن تحفل بهم معناها وكالات التصنيع وكالات التكنولوجيا والمعارف العلمية في ألمانيا، في الطب في فرنسا، يعني نسبة كبيرة من هذه الكفاءات في بلدان الخليج، يعني ماهيش حالة فريدة. أنا أعتقد أنه كثير من الكفاءات اللي راهنت عليهم دولة الاستقلال على كل حال على المعرفة، وهذه أحد نتائجها. سمحني مش أقول جملة على محمد عبيد اللي هو أصيل ولاية صفاقس، سمعت في الحوار اللي أجرته معها فرانس 24 توفيق مجيد، أي يعني الحقيقة معناها شيء شرف، وشفت استنتجت قديش الشخص هذا العالم، هو عالم مهندس، قديش معناها قديش يحب بلاده، قديش متمسك معناها حتى بجذوره حتى بأصوله، معناها يحكي حتى على معناها مراهقته والمرحلة اللي قضاها كتلميذ كطالب معناها في صفاقس وقرا في تونس معناها، ويتحدث باللهجه التونسيه، راه مش يتحدث بال، رغم انه واحد من المهندسين فريق المهندسين اللي اشتغلوا على صناعه المركبه الفضائيه بيرسيفيرونس. أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها عن استعداد الصين لتوفير جزء من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في شكل هبة، وأعرب أيضا السفير الصيني عن استعداد بلاده لتقديم 100,000 جرعة تلقيح ضد هذا الفيروس باش تم توفيرها في الأيام القليلة القادمة. هذا وفي سياق متصل عملية التقطيع الجيني لكامل السلالة الجديدة للفيروس هذايا أثبتت نهاية الأسبوع الفارط خلو من السلالة هذه من الطفرات الخصوصية المتسببة في سرعة وخطورة انتشار السلالات الجديدة للفيروس المسجل في كل من البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا، وفق ما أفاد به مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا فيروس الهاشمي لوزير. الهاشمي لوزير برهان اللي في علاقة ببلاغ رئاسة الجمهورية حول خبر جلب لقاحات على شكل هبة من الصين يقول سمعت بهذا من التلفاز ولا علم لي بذلك.
سي الهاشمي قال هكا. سي الهاشمي هو في اطار الجو اللي في البلاد، العالمه له ما هو ما هي مقسمه. فما حد ادنى من التنسيق من المفروض. ما هي مقسمه كواكب تو، فما كوكب رئاسه الجمهوريه، كوكب رئاسه الحكومه، كوكب رئاسه البرلمان، كواكب هي. الكوكب نتاع سي الهاشمي الوزير ما سمعش بالبرنامج نتاع الصين اللي باش ناخذوا 100,000 جرعه. والحقيقه يعني هذه قصه الجرعات والله ما نحبوش نطيحوا برشا معنويات التوانسه، ولينا نسخفوا بالجد في الحكايه هذه. هاو الصين باش تتبرع، هاو الجزائر باش تتبرع، هاو الكذا، وهاك شفت معناها باهي سيدي. نسمع انا في المسؤولين يقولوا راهو ما تقولوش رانا احنا متاخرين برشا، ايش بها بلدان وصلت لها الجرعات هذه ونسبه التلقيح ما تجاوزتش 1% 2%. هما ما فهموش العقل التقني هذايا، ما فهمش اللي هي القصه. مش في القصه عارفينها، راهي الجرعات هذه مش باش تنقذ التوانسه من الكورونا، مش تقضي على الكورونا، اما قصه الجرعات راهي هذه قصة مصداقية الدولة قدام مجتمعها، قدام شعبها الأكثر والأقل. راهي مش عصا سحرية هي الجرعات، أما أنت كي باش نشوفوا دولتنا قادرة أم غير قادرة، تبين أنها غير قادرة. كي تشوف السنغال وصلت لها، كي تشوف موريتانيا هبطت الطيارة في، كي تشوف هبطت الطيارة اليوم في الكوت ديفوار في ساحل العاج، معناها تتلقى في الجرعات. هي مسألة رمزية عارفينها، راهي رمزية، لكن هذه دولة. دولة وعدتك كما وعدتك في المترو، كما توعدك في الطيارات، كما توعدك في التعليم، كما توعدك في الرفاهية، كما توعدك في السعادة. جات قصة اللقاح اختبار لقدرة الدولة على التنفيذ. قالك من شهر فيفري اوكي، بعد شهر مارس مازال يعني الكلام. هي قضية رمزية أكدت مرة أخرى أن عندنا مشكلة في الحوكمة. واليوم غدوة العباد كيف باش تصدقك؟ هذه هي الحكاية، راهو الأكثر ولا أقل. احنا بران قاعدين ندفع في فاتورة تراخي الحكومة، حكومة الياس الفخفاخ، وتراخي حتى الإدارة، تراخي وزارة الصحة في الانخراط معناها بشكل مبكر في المنظومة نتاع كوفاكس. وقت اللي تأخروا، وقت اللي معناها حتى حد معناها من الإدارة اللي كانت تشتغل على ملف اللقاحات، وقت اللي ترخات الإدارة دونك قعدنا مخرين. للاسف التحقنا، حاولنا نلتحقوا بركب الدول اللي معناها وهنا توا معناها رئاسه الجمهوريه خي توا كان في هذه بركه معناها ما نسقطش. وهاشم الوزير عنده حق راهو، لانه كما قال بوران معناها هاشم الوزير يخدم في معناها معسكر وزاره الصحه. رئاسه الجمهوريه تنسق كما صار بالضبط مع قصه اللقاحات معناها، والجزائر اللي مش تتقاسم مع الشعب التونسي وطلعت في نهايه المطاف معناها يعني ما فما حد شيء. دونك الجزائر يعني سكرت الحدود سكرت الحدود وانتهت القصه، القصه القزيره الحزينه. دونك نواجهوا مصيرنا. 100,000 راهو ما تعمل حتى شيء، راهو 100,000 وراهو حتى وين هم 100,000؟ تي جوستومون تو هي الكميه الاولى ونعرفوا عليه حتى معلومه اللقاح هذايا وقتاش في مارس، اما وقتاش في مارس ما نعرفوش. فوالا جوستومون وزير الصحه قال لك في مارس، ما نعرفوش بدايه مارس. وراهو 100,000 حكايه فارغه في المانيا. 200,000 او 300,000 جرعه سمح لي من لقاح فايزر اللي باش يجيبوه في مارس ولا ما نعرفش وقتاش بالضبط. مارس المفروض. انت في بالك تونس ستاف ميديكال يعني تستورد في البصل توا تونس في بالك بيه ولا؟ في بالي يعني بلاد وصلت للمستوى هذا ما تلقى لها حتى مبررات، يعني لا اداره ولا فخفاخ ولا مشيش ولا رئيس جمهوريه. هذه بلاد في الحضيض والوضع اصبح أسوأ مما عليه بعض الدول اللي كانت تعيش في الاحتراب الدموي. الله يبارك الله فيك. لا بالحق سوى بارك الله فيك. لا بارك الله فيك. ذكرني بحكاية البصل. البصل مقطوع. إذا كان بلاد يستوردوا في البصل تفرش في الاتحاد موجود. الصين. يزمك هذا مستوانا عايشين فيها. ويحكيوا لي الخضارة سي خليفة يزمك تدفع رشوة باش تخرج لك البصل من من سوق الجملة. تونس هذه ما تمر تحت الطاولة، تعطي حاجة فوق الطاولة. تونس الخضراء تحت الطاولة. تجيب في البصل من مصر. خلاتي معلومة. المجموعة الوطنية التونسية ما هيش باش تلقى التلقيح الا تقريبا في اخر تقريبا افريل او بدايه شهر جوان، لانه باش تكون البدايه بتلقيح الكور ميديكال وباراميديكال. ومن بعد يعني الكميه نتاع تقريبا حوالي 1,000,000 جرعه من استرازينيكا راهم جدي تقريبا في شهر افريل. متاكد انت من الموضوع هذا؟ انا هذه ما علاش نعاودوا في حكايه ونسمعوا فيها من
واحد من اعضاء اللجنه العلميه. ايوه اعضاء اللجنه العلميه انفسهم كيحكيوا في تصريحات هما بيدهم ما عندهمش التاريخ الدقيق والنهار وقتاش باش توصل بالضبط. انا والله والله عندي عندي يعطيك فتره يحصل عندي عندي خبر زاد لازم يعرفوه التوانسه ان شاء الله خير انه فما توانسه لقحت. اي صحيح. فما توانسه من ذوي الجاه والسلطان اللي لقحوا. انا ماذا بيا بربي يكونوا شفافين. نعرف مسؤولين سياسيين في مواقع متقدمة لقحوا بربي يكونوا شفافين. ونعرف اللي جات هدايا من طرف بعض الدول فيها بعض الفليجات نتاع التلقيح. ما يصيرش طمنونا عليكم احنا نحبوكم على الاقل انتوما لقحت كاملة هما بركة احنا احنا ربي يخليكم لينا. اما انا نطرح وهما كي يسمعوا فينا وما عارفين الروح برشا تعرف دايوغ عندها مدى الحكايه هذه وصلت لهم التلقيح وكذا. هذا جزء من اللي وصلت لهم هذوما مدلين برشا وصلت لهم التلقيح حتى لتونس. فما الاخرين اللي مدلين وهناك العاده ما نحبش نضرب على كل قصه الفروق الطبقيه والاجتماعيه. فما توانسه طبعا المقتدرين قاعدين يمشيوا لدبي تحديدا وقاعده تحصل تلقيح حقه. لا لا حقه لا وين تولي الغبن وين يا خليفه؟ انه اللي المحتاج واللي نورمالمون الدوله توفرها له توفرها له. ما قلناش احنا يا سيدي وفر المحتاجين. الله احنا يا سيدي يلا لا تلقحنا هانا الحمد لله لاباس وديما ماشي سيدي هاي نعملوا على المناعه وشويه حشاوش. اما فما ما تبكيوش عليهم الطب اللي يتصابوا، ما تبكيوش عليهم الممرضين اللي يتصابوا، ما تبكيوش عليهم اللي في خط النار المباشر الكورونا يتصابوا، ما تبكيوش عليهم الاباء المساكن هذوك اللي يقعدوا يعانيوا وما ليهم ما لقاولهمش الامكانيه بتاع المعالجه. ما هذه هي المشكله يا خليفه في الحكايه هذه. والله امشي لدبي من حقك ذلك وربي يزيدك. وماناش لهنا في معرض انه باش نزيدوا نعملوا على كل جرح نتاع الفوارق الاجتماعيه. اما ان كونتر بارتي الدوله يلزمها توفر لهنا وتكون شفافه مع العباد في الجانب هذا. هذا اللي المفروض لكن مالوغوزمون ما هوش صاير الى حد اللحظه برهان. بعد شويه يكون ضيفنا نبيل بلعم مدير عام مؤسسه ايمغود كونسلتينغ. قبل ذلك رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. اليوم باش نحكي لكم على لوبيراسيون كوفري دو ناسونس اللي نظمها كارفور للعام 14 على التوالي. وباش نعرفوا أكثر تفاصيل حول اللوفر هذايا نشوفوا التقرير هذايا مع بعضنا. السلام مرحبا بكم الناس الكل. احنا توا قدام لاكيو كليون وين فما ستاند كوفري دو نيسونس 14 ايديسيون. لوبيراسيون هذه هي عامها 14 توالي. لوبيراسيون كونسيست في انه كارفور يهدي ان كوفري في لي برودوي بور ليجيان دو بيبي كيما لي كوش لي لانجيت لي مامون انسانت اي لي فام افيك بيبي. كيفاش تعملوا باش تاخذوا كوفري؟ سي تو سامبل، يو سوفي جوست دو سو بريزونتي ا لاكيو ومعاكم بطاقه وفاه يا جوستيفيكاتيف مضمون ولاده للبيبي اقل من 4 اشهر اي une copie de l'échographie et un certificat médical pour les femmes enceintes. Le stand محلول كل يوم من 10 حتى الخمسة متاع العشية وموجود في كارفور المرسى، كارفور مول اوف سوس وجابس. وجديد السنة اللي فما ليست دو فو دو كادو موجودة في الباج كارفور تونيزي. تنجموا تدخلوا وتقيدوا لي شوا نتاعكم وتبارتاجيوها مع الأحباب ولا أصحاب باش ينجموا يهديوا لكم اللي اخترتوه. مرحبا بكم الناس الكل، نستناوكم بحذانا كل يوم. كنا نتابعوا في التقرير هذايا الحاجتين المهمين اللي تحطهم مغازات كارفور على ذمة حرفائها هما الكوفري دو ناسونس واللي تلقاو فيه كل مستلزمات المولود الجديد وباش تتمتعوا به. ما عليكم كان تهزوا مضمون ولاده المولود الجديد ولا شهاده طبيه بالنسبه للحوامل وبالطبيعه معاهم الكارت فيداليتي. وما تنساوش اللي الكميه محدوده، بروميي اريفي بروميي سيرفي. والحاجه الثانيه اللي يوفرها ايضا كارفور الحرفاء لا ليست دو ناسونس الموجوده
موجوده على السيت ويب carrefourtunisie.com وين تنجموا تقيدوا لو شوا دي كادو نتاعكم وتبارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم وباش يهديو لكم اللي اخترتوه. الحاجتين هذوما تلقاهم متوفرين بطبيعه في مغازاتكم كارفور المرسى، كارفور مول اوف سوس، ايضا كارفور جابس، ومتواصلين حتى لنهار 28 فيفري. هذا اللي عندنا الليله في رونديفو القدره الشرائيه، دي زوفر جدد ان شاء الله نحكي لكم عليهم نهار الاثنين في نفس التوقيت في رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. بقيه المتفرقات الوطنيه والدوليه في رونديفو نيوز. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة و855 إصابة بفيروس كورونا بتاريخ أول أمس، في حين تعافى 3457 شخص من الفيروس. أفادت المستشارة لدى وزير الصحة إنس عيادي أن نسبة مهني الصحة المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد للتلقيح ضد فيروس كورونا تناهز 10% من مجموع المسجلين لتبلغ 48339 عون مسجل إلى حدود الساعة 11 من صباح اليوم. أكد اليوم مدير عام الامتحانات في وزارة التربية عمر الولباني أن مواضيع الامتحانات الوطنية ستكون بصفة استثنائية حول البرامج المخففة، مؤكداً أن الامتحانات الوطنية ستجرى في موعدها وفقاً للرزنامة المعلن عنها سابقاً. وقال الولباني أنه أعفى كل التلاميذ من إجراء الامتحانات الوطنية في التربية البدنية المعروفة بالباكسبور مسألة غير مطروحة نهائياً. قال مدير عام الإعلامية بوزارة العدل مراد الدريدي أنه تم تركيز منظومة المحاكمات عن بعد في 22 محكمة تقريباً و13 وحدة سجنية، وأكد أن 15 محكمة تعمل بهذه المنظومة إلى حد الآن، وقد بلغ عدد الجلسات 150 جلسة ويتمتع بها 3000 موقوف. في الشأن الدولي، قدم أمس رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة لمجلس النواب مقترحاً بحكومة وطنية ودعا المجلس إلى الموافقة عليها. وقال دبيبة في مؤتمر صحفي بطرابلس أنه أخذ في الاعتبار التوزيع العادل للحقائب الوزارية بين غرب والشرق وجنوب البلاد. شن الجيش الأمريكي غارات استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران شرق سوريا في رد على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق. وقد أكد البنتاغون الأمريكي أن هذه الضربات أتت بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن. أهلا وسهلا بكم من جديد. نحكيو على البارومتر السياسي لإمغود كونسلتينغ. سعيدة جدا باستقبال نبيل بالعم مدير عام مؤسسة إمغود كونسلتينغ. مساء الخير نبيل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. يلا بارومتر سياسي بالنسبة لفيفري 2021، قبل ما نبدأ في التفاصيل، تفاصيل الأسئلة والنتائج نتاعهم، المنهجية كيفاش كانت؟ المنهجية هي تتمثل في عينة مشينا لها، تمثل 1420 تونسي ينتمي كل شرائح المجتمع في كل مناطق، كل شرائح العمر والجنس والمستوى التعليمي. يعني الطريقة اللي مشينا بها من التوانسة هي طريقة الهاتف الكتي تسمى، وطريقة العمل كالعادة يعني تصميم الاستمارة ثم أخذ البيانات بالهاتف من الفترة ما بين 22 و 25 فيفري يعني الأسبوع هذا حتى للبارح، وبعد تصميم البيانات والإدلاء بالنتائج القناة التاسعة في البارومتر الشهري، وهذا اللي باش تقدموه شهر فيفري. يلا نبداو بالسؤال الاول، كيفاش تقيم اداء وثلاثه نقاط تو نشوفوا اداء بالنسبه لقيس سعيد، هشام مشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي؟ يلا درا انت راضي برشا، راضي الى حد ما، مش راضي الى حد ما، ولا مش راضي بالكل؟ كيفاش كانت النتيجه؟ النتائج اللي باش نقدموهم اليوم هي تمثل نتائج التوانسه اللي راضين، يعني هو مجموع راضي الى حد ما وراضي برشا. نلقاو بالنسبة لسيد قيس سعيد تحسن النسق نتاعو بالمقارنة مع شهر جانفي، ولا 41% من التوانسة اللي هما راضيين على الأداء نتاعو، كان 35 في شهر جانفي. بالنسبة لسيد هشام ميشيشي وقع تدني في نسبة الرضاء نتاعو، كانت 22% في شهر جانفي ولا 15% في شهر فيفري. والسيد راشد الغنوشي كذلك وقع تدني بزوز نقاط، كان 10 نقاط في شهر جانفي ولا 8 نقاط في شهر فيفري. وبالتالي نلقاو بخلاف السيد قيس سعيد اللي تحسن يعني في الفترة هذه في شهر فيفري، الزوز الرؤساء الآخرين يعني السيد هشام مشيشي والسيد راشد الغنوشي تراجعوا في تقييم التونسي للرضا نتاعهم.
السؤال الثاني أو هو سؤال تلقائي دايوغ، نوايا التصويت للانتخابات التشريعية لو فرضنا وأنه الانتخابات التشريعية باش تكون غدوة، شكون الحزب ولا القائمة اللي باش تنتخبها؟ كذلك نذكر وأنه سؤال تلقائي، يعني ما نقترحوش اسم الأحزاب لهنا. نلقاو في الصدارة حزب الدستور الحر بنسبة 42%، كان 41% في شهر جانف يعني كسب نقطة. في المرتبة الثانية حركة النهضة نسبة 20% التوانسة اللي يصوتوا للنهضة إذا كان تكون انتخابات تشريعية غدوة، تقدم بنقطة، كان 19% في شهر جانفي. ثم التيار الديمقراطي 6 نقاط، كان 8 نقاط، يعني تراجع بنقطتين. حزب قلب تونس 6 نقاط، كان 4 نقاط، تحسن بنقطتين. قائمة مستقلة في نفس النسق 5 نقاط. ثم نلقاو ائتلاف الكرامة 4 نقاط، كان 7 نقاط، تراجع ب3 نقاط. حركة الشعب نفس النسق 3 نقاط. ثم تحيا تونس 2 نقاط نفس النسق. حزب صافي سعيد تراجع ب3 نقاط ولا 2 نقاط. حزب اتحاد الشعبي الجمهوري حزب لطفي المرايحي 2 نقاط، وافق تونس نقطة نفس النسق. يعني في خلاصة نلقاو أنه الاستقطاب الثنائي ما بين حزب الدستور الحر والنهضة يزيد يتمركز في الفترة هذه. الزوز أحزاب هذوما كسبوا نقطة، ربما ثم حراك شعبي صار مثلا شفناه في الاتحاد الدستوري في الحزب الدستوري الحر، كذلك حركة النهضة الأيامات هذه الناس الكل تعرف قاعدة تتحرك، وبالتالي الحركية هذه في زوز أحزاب اللي هما في المرتبة الأولى خلاهم يكسبوا زوز نقاط على غرار الأحزاب الأخرى اللي جلها تراجعت يعني بالمقارنة مع شهر جانفي. سؤال الثاني التلقائي أيضا، نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات الرئاسية، إذا كان الانتخابات الرئاسية تكون غدوة، من هي الشخصية السياسية اللي باش تنتخبها؟ التوانسة يحافظوا على نسبة الترتيب تقريبا، يعني خاصة بالنسبة للرباعي الأولاني، يعني قيس سعيد هو في المرتبة الأولى بنسبة 43 نقطة، كان 39، يعني تحسن 4 نقاط بالمقارنة مع شهر جانفي. في المرتبة الثانية نلقاو عابر موسي اللي هي كذلك تقدمت ب3 نقاط بالمقارنة مع شهر جانفي، ولا 19 نقطة كانت 16. الصافي سعيد تراجع ب2 نقاط و8 نقاط. في المرتبة الرابعة نلقاو نبيل قروي 7 نقاط، تحسن بنقطة. عبد اللطيف المكي 4 نقاط، كان 5 نقاط. المنصف المرزوقي 4 نقاط نفس النسق. عبد الفتاح مورو 3 نقاط. ثم نلقاو محمد عبو نلقاو لطفي المرايحي 2 نقاط، محمد عبو نقطة، سيف الدين مخلوف نقطة، محسن مرزوق نقطة، ومهدي جمعة نقطة. به قبل ما نمشيو للامور المسائل الاقتصاديه ومؤشرات الامل الاقتصادي، تعليقكم برهان على البارومتر السياسي على نوايا التصويت بالنسبه للتشريعيه وايضا الرئاسيه. منسجمه مع المسار الاستقطاب السياسي اللي قاعد يستقر في البلاد الان، انه تقريبا زوز اعمده رئيسيه الان استقطاب واضح ما بين الحزب الدستوري الحر من جهه وعبير موسي، ومن جهه اخرى بين مع حركه النهضه. والشيء اللي يجلب الانتباه في الاستبيان هذايا انه موضوعي في ربط الانتخابات التشريعيه بالرئاسيه، يعني كي نلقاو الحزب الدستوري الحر في المرتبه الاولى عادي جدا نلقاو عبير موسي في المرتبه الثانيه هي اللي تنافس في الرئيس قيس سعيد، لانه اتجاهات اخرى نتاع كذا يعني توضع من جهه الدستوري الحر ومن جهه عبير موسي في الانتخابات التشريعيه الرئاسيه ونواياها في المرتبه الرابعه او الخامسه. اعتقد تقريبا الارقام اللي قاعدين نشوفوا فيها ارقام موضوعيه وتعكس حقيقه الحركيه اللي يتحرك اكثر اليوم، كما قال لك توا سي نبيل بالعام، يعني شهر فيفري هو شهر مثلا الشارع، فما بعض العباد مثلا حاقره حركه الشارع. انا بالنسبه لي حركه الشارع هي اهم محرار، هي اهم مقياس. عبير موسي قدرت انها تعبأ، والتعب الشعبيه اليوم راهي ماهيش سهله في خارج اطار المحطات الانتخابيه، هذا دليل حركيه بتاع حزب موجود. النهضه غدوه باش تهبط عبادها للشارع والناس تنتظر، واعتقد ان خصوم النهضه الورلا يعملوا لها في سيف الدعايه غير مباشره بجعل هالمسيره بتاع 27 حدث وطني من ناحيه الحديث عليها ومحور نقاش ومعاه وضد وكذا. تقريبا كما قال سي نبيل، انا التقطت من عنده كلمه السر، هذه اكثر احزاب تحركت خلال هذه الفتره. مع العلم اللي شد الانتباه ايضا في سبر الاراء هذايا وفي الاسئله حين طرحها، مثلا في بالنسبه لنوايا التصويت بالنسبه للتشريعيه 68% ما صرحوش على نوايا التصويت نتاعهم، بالنسبه في نفس السؤال على الرئاسيه 52% زاد ما صرحوش. ناجي، انا عندي سؤال حقيقه محيرني شويه، ان شاء الله جاوبني عليه سي نبيل. نشوف فما فوارق كبيرة بين سبر الآراء اللي قدمتونا اليوم وسبر الآراء اللي قدمته شركة مؤسسة سيجما كونسل. فيما يتعلق بالرئاسية
في الرئاسيه معنا امراد سيادتك اعطيتنا النتائج. قيس سعيد 43%، عبير موسي 19%، صافي سعيد 8%، نبيل القروي 7%. الور كو في سيغما كونسي حسب نتائج صبر الاراء البرومات الاخراني، قيس سعيد عنده 57%، بعده في المرتبه الثانيه صافي سعيد 9.9%، في المرتبه الثالثه نبيل القروي 9.1%، عبير موسي 6.9%، المس مرزوق 2.6%. انا فقط نحب نفهم سي نبيل، يعني معنا بين صبر اراء وصبر اراء، ما الذي يحصل؟ شكون نصدق؟ شكون نصدق؟ انا عندي ثقه فيك سي نبيل، نقول بحكم انك يظهر لي هذا مثبت حتى خلال الانتخابات التشريعيه. انا مواطن تونسي بكل صراحه، يعني وجاوبت قبل، وقع طرح نفس السؤال في منابر اخرين. الفرق كبير يعني، مره هذه سي نبيل ما نجمش انا نحلل هنا ارقام امغوت كونسلتينغ، الارقام تاعي انا المكتب نتاعنا اللي خدمناهم وصممنا الاستماره ونعرفوا تسلسل الاسئله ونعرفوا يعني طريقه طرف الاسئله. يعني بالمقارنه هو شوف راهو في الواقع وقت اللي يبداو ثم زوز مكاتب لازم ثم اختلاف، اذا كان نكونوا كيف كيف بالضبط كيف كيف تولي مشكله. سامحني سي نبيل، اذا يلزم يكون ثم اختلاف باش يجيك ناجي، ولكن سيفري تقول اذا كان ثم اختلاف كبير ربما ثم يطرح الموضوع وما نقولش لا. هنا انا راهو انه يلزم قراءه معمقه لكل استطلاع لكل المكتب نتاعو. انا راه مثلا المكتب اللي ذكرته نشوف يطرح اسئله على الثقه، انا ما نطرحش اسئله على الثقه، يعني ثم اختلاف في طريقه في نوعيه الاسئله، و يعني كل انسان عنده المنهج مغلوط او موجه. سؤال مغلوط، سؤال مغلوط حسب رايك علميا، سؤال ثقه؟ لا هو ينجم يعني موجود، ولكن الظرف وعلاش هذا هو يكون في ينجم يجاوبكم عليه اكثر مني انا. احنا نكتفي بتقييم الاداء وبنوايا التصويت، الثقه مره ما نراوش. سامحني سي نبيل، يولي ثم معناتها باش نكثروا في وتصير تنجم عمليه لخبطه عند الشارع بصفه عامه، تقييم من حتى ولو والنوايا التصويت ونزيدوا الثقه باش يدخل بعض. دونك حتى ولو اختلف السؤال من سيغما لمرد، حتى ولو اختلف السؤال، الفارق هنا مثلا عبير موسي عندك انت عندها 19%، الورك في سيغما كوسي عندها 6.9%، ثم فارق تقريبا نتاع اكثر من 12%. معنا يعني كما قلت انت، معنا وقت اللي يبدا فارق نتاع زوز ثلاثة أربعة نقاط او خمسة نقاط سابو اتر توليرابل، اما الفارق يوصل 12 نقطة الحقيقة على ناجي بكل مصداقية وبكل صراحة ما نجمش نجاوبك، ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا. أنا ديما نقول لك نقرا أنا الاستطلاعات نتاعي، أنا نشوف التسلسل نتاع الاستطلاعات نتاعنا من معناتها من 2019 إلى يومنا هذا شهرا بشهر، والقراءة نتاعو نفسرها لك، والنزول والصعود والفوارق والترتيب نعطيك الجواب بتمامه وكماله، ولكن المقارنة لست أنا في موقعي هنا باش نعطيك يعني تفسير واضح للمقارنة. أنا عدة معطيات ما عنديش، عدة معطيات على الاستمارة كيفاش معمولة، وأنو السؤال الأول والثاني والثالث وما عنديش المعطيات هذه، وبالتالي ما نجمش. أنا مانيش باش نعرجك أكثر في المقارنات كيما نجي، ولو هذايا من حق الرأي العام أنه يعرف، خاطر الناس كل حايرين أرقام تلخبط بينه، ولينا حتى نحبوا ولينا نسألوا هل هي أرقام تعكس حقيقة اتجاه الرأي العام أم تريد أن تصنع رأي عام؟ معناها ما فهمناش. يعني في الإطار هذايا حبيت نسألك بخصوص الرئاسية، عندكش تفسير بخصوص أرقامك أنت زادة سي نبيل؟ هنا مانيش باش نحكيو على الأرقام الأخرى. قيس سعيد علاش طاح في جانفي؟ علاش رجع في فيفري؟ اي هو قيس سعيد احنا لاحظنا وانه النزول نتاعو مش كان في جانفي، في ديسمبر وفي نوفمبر، يعني ثم من بدايه الازمه، من بدايه الازمه اللي تو عندها تقريبا خمسه اشهر والثلاثه رؤساء في تدني ثلاثه مع بعضهم، ولكن شفنا اللي ثم اخر سنه قلنا ثم تراجع طفيف للثلاثه، ولكن هذاك ديما نقولوا ان كريدي، يعني التونسي الان يحب ديما يستبشر خير للعام المقبل، ولكن شفنا في جانفي عاود نسق التدني. في شهر جانفي الحركيه نتاع قيس سعيد مختلفه تماما الحركيه نتاع راشد الغنوشي نتاع هشام مشيشي، يعني ما نساوش انه الكون الانتخابي نتاعو
المخزون نتاعو اكبر يعني من الحجم نتاعو من ناحيه، وبالتالي فان الشارع تعامل وتفاعل مع عده حوادث او احداث قام بها قيس سعيد اللي ما قاموش بها الاخرين، من خروج للشارع من حتى من الرساله اللي قدمها المشيشي فيها تفاعل ايجابي وفيها تفاعل يعني سلبي، وكذلك حتى استقباله مثلا للدبلوماسيين الاوروبيين، تفاعلوا مع قضيه التونسي المتهم بالاعدام في قطر. هل هذه الحركيه هل الكل خلت التونسي تتفاعل معه وتكسب بالشعبيه؟ هل في نهايه الامر المزاج الانتخابي التونسي مازال مزاج تحرك لي بركه شيهمني فيك اش تعمل في المضمون؟ المهم تو دوا بوجي، يلزمك تتحرك سياسي عليه يعني يتحرك. هذا واقع، هذا عادي، سي توتا في نورمال. يعني العباد ما تحبش السكوت والركود، يلزم يكون ثم حركيه، والحركيه والمواقف نتاع الرؤساء الشارع ما يتفاعلش معها بطريقه اوموجين، سي توتا في نورمال، لان ثم شكون عنده علاقه معناتها خاصة مع الرئيس، ثم شكون عنده علاقة مع حدث، ثم شكون الحدث هو يأثر فيه، ثم شكون طريقة التواصل نتاعو تأثر فيه، وبالتالي هذا على مستوى الرئاسة الثلاثة بروز والمواقف نتاع الرؤساء ونتاع صانعي القرار هو يخلي الناس تتفاعل معهم وتنجم تكون بطريقة إيجابية. هذا نبيل على مستوى الرئاسات الثلاث، لكن أيضا حتى كي نرجع بالنسبة للنوايا التصويت للشخصيات في الرئاسية أو على مستوى الأحزاب، اللي واضح الفارق الكبير واللي هو موجود تقريبا كل أسبوع، تراجع بالنسبة للدستوري الحر اللي صارح حزب قلب تونس، وأيضا حتى تراجع في نوايا التصويت لعبير موسي لصالح نبيل القروي. باش تفسروا هذا؟ هو تحسن بتاع الدستوري الحر وعبير موسي، ما ثماش تراجع، ما ثماش تراجع. اللي شفناه احنا ما بين شهر جانفي وشهر فيفري تقدم بالنسبه للدستور الحر بنقطه، وتقدم عبير موسي بثلاثه نقاط. هو اللي نقصده مثلا حزب قلب تونس، مش نقصده على مستوى الترتيب، على مستوى حتى النسب. اي على حسب النسب، حزب قلب تونس يعني تراجع عنده فتره كبيره، يعني من تقريبا من نص 2020 وهو في نسق 6%، وتو معناتها ساعه ساعه ينزل باربع نقاط ثم يكسب نقطتين، يعني هو تقريبا في نفس النسق. انا اعتقد في سبر الاراء صرنا نتحدث عن الرئيس مش من الدور الاول، هذا عدنا مد انه قيس سعيد كان في السابق على مستوى سبر الاراء تقريبا فائز من الدور الاول، الان ولا ما عادش في الدور الاول، حتى كي نقيم مقارنه ملاك مع سيجما لا ما نقاش ثم انسجام، لانه هناك فارق كبير. كيفاش يكون الحزب الدستوري 40% كحزب منطقي رئيسته تكون في 16% على مستوى الرئاسيه، يعني متقاربه، اما نجدها في سبر الاراء الاخر اللي موجود في سيجما هي في 6%، الحقيقه يطرح نقص استفهام في سبر الاراء الاخر مش في هذا، لانه يلزم يكون ثم انسجام. طبيعي انه الحزب اما هو اللي يدفع برئيسته الى الامام، او الرئيس نفسه هو اللي يدفع بحزب الامام، ولكن يكون ثم التناسب بين نسبه الرضا او نسبه القبول بانتخابه في الاستحقاق الانتخابي القادم اكثر من هذا. ثم مثلا امام لنا ملاحظه لاحظت انه حزب صافي سعيد كفرضيه موجود، ولم يظهر كفرضيه حزب رئيس الجمهوريه قيس سعيد، ظهر فترات صغيره في 1% ولكن قاعد يغيب، بينما فرضيه انه هناك حزب لصافي سعيد موجوده، وهو الاستثناء الوحيد تقريبا في الشخصيه السياسيه اللي موجوده على السلم الرئاسيه. استقرار عند الناخب التونسي للقائمات المستقله، قاعدوا محافظين على 5%، وهذا مؤشر معين مؤشرات حول مزاجيه الناخب التونسي في علاقه بالاحزاب السياسيه، غياب تقريب لاحزاب اليسار يعني الراديكالي، اليسار الراديكالي لهنا غايبين كليا. بقيت دون هذا ما ثماش حاجه جديده في مستوى سبر الاراء، لانه تقريبا الطبقه السياسيه موجوده تصارع وتختلف، ثم تراجع لكتله الكرامه انا على ما اعتقد في مقابل سبر الاراء الاخير اللي موجود مع معنا عندكم انتم سي نبيل، تراجعت الكرامه. ربما الحراك الكبير والضغط اللي تمارس فيه عبير موسي على حركه النهضه وفي مستوى مجلس نواب الشعب ونزول الشارع ربما يقوي من القدرة التعبوية لحركة النهضة، لأنه في حالة الصراع تلتفت الناس يعني اللي هما مؤيد الجيل لحركة النهضة، لذلك حافظت حركة النهضة على 20%.
هو التغيير ملاك مانيش قاعد نلاحظ فيه في فتره على قصر المدى ما بين شهر وشهر، ولكن على المدى المتوسط يعني بين عام وعام ونص مثلا قاعد نلاحظ، واللي نراه انا مثلا بالنسبه للرئاسيه وانه في اواخر 2019 كان قيس سعيد يتعدى للدور الاول، يتعدى يعني الدور الاول اوتوماتيكمون وحده، ولكن توا ولا عنده منافس، دونك ثم تغيير على طول السنه مش على شهر. واضح. يلا من المؤشرات السياسيه نمشيو لمؤشر الامل الاقتصادي في الوقت الحالي، هل تعتقد انه الاوضاع الاقتصاديه في تونس ككل تتحسن ام تسوء؟ هذا هو السؤال. انا تقريبا نفس النسق نتاع تدني الامل الاقتصادي نتاع التونسي. يعني التونسي اللي راه وانه الحاله الاقتصاديه نتاع البلاد ماشيه وتتحسن، ماشيه وتنقص النسبه هذه، ووصلت اليوم اقل نسبه منذ بدايه المؤشر هذا، 9% من التوانسه فقط يراوا انه الحاله الاقتصاديه نتاع البلاد قاعده تتحسن، في الوقت اللي 84% يراوها قاعده تدهور، دونك هذا هو معناتها المؤشر الاكثر يعني صعوبه اللي شفناه في الفتره هذه. ثم مؤشر حريه التعبير، حريه التعبير يعني نسبه التوانسه اللي راهو انه حريه التعبير مهده تمثل 47% من التوانسه، كان 49 ولا 47 تقريبا، يعني عندنا تو خمسه اشهر في نفس النسق ما بين 47 46 49 ورجعنا 47. مؤشر الخطر الارهابي حسب رايك تهديد الارهاب في تونس عالي برشا، عالي منخفض ولا منخفض برشا؟ هذا هو المؤشر اللي فيه اكثر ايجابيه اللي لاحظناه في شهر فيفري، وده يقديم نحمد ربي، يعني 25% من التوانسه يراوا انه خطر الارهابي عالي في البلاد، دونك هذه الحاجه الايجابيه اللي هي ربما كان شفوها من بعد تلقاو عندها انعكاس حتى التفاؤل والتشاؤم عند التونسي. موضوع الساعه الملف الصحي فيما يخص مرض فيروس كورونا، يا لندرا تحس نفسك متخوف برشا، متخوف الى حد ما، مش متخوف الى حد ما، ولا مش متخوف بالكامل؟ هنا نسبه التوانسه اللي ماهوش متخوفين لقاوها نقصت 38% من التوانسه، كانوا 52% في شهر جانفي، وكانوا يعني 54% في شهر ديسمبر و 68% في شهر نوفمبر. اليوم من الارقام حتى الارقام الرسميه نتاع حالات الكورونا ونسب الوفيات كذلك والارقام تعطي ثم تدني يعني في حالات الكورونا، وبالتالي تونسي ولا يحس نفسه ربما يعني مطمئن اكثر، وبالتالي فانا نسبه يعني الطمانينه نتاعو 38% اللي مش متخوفين. تونسي متفائل ولا متشائم؟ النسبه دائما نسبه المتشائمين اعلى من نسبه المتفائلين، يعني دائما المؤشر هذايا في نسق يعني ماهوش ايجابي، في نسق سلبي، لان كما قلنا في الفتره الفارطه وانه الاشهر هذوما قاعدين نعيشوا يعني نسب تشاؤم اكثر من اللي عرفناهم في العوام الفارطه الكل. سؤال الموالي لندرا، عندك علم بالازمه السياسيه القائمه بين الرؤساء الثلاث ام لا؟ هذا ما نعرفه ديما في البارومتر نتاعنا، ثم سؤال ظرفي يعني ثم الظرف يحكم علينا باش نطرح سؤال باش نشوفوا نبض الشارع فيما يخص مسألة أو قضية معينة. مسألة الساعة الناس الكل تعرف ثم اختلاف في الثلاثة رؤساء. عاد سألنا التونسي اليوم يا لندرا عندك علم بالأزمة السياسية القائمة بين الرؤساء الثلاثة؟ لقاو 56% عندهم علم و44% ما عندهمش علم. مشينا للمجموعة اللي عندهم علم وحبينا نشوفوا مدى الاهتمام تاعهم بالصراع ما بين الثلاثة رؤساء. نلقاو 33% مهتمين برشا، 44% مهتمين إلى حد ما، 15% مش مهتمين، و 8% مش مهتمين بالكل، وبالتالي فإن نسبة التوانسة اللي مهتمين بالأزمة السياسية اللي ما بين ثلاثة رؤساء هي تمثل 77%. أن المسألة برشا عباد يقولوا التونسي ما يتلهاش وماهوش لاهي وكل شيء، معناتها لهنا نلقاو اللي يتبعوا في الشأن السياسي راهم يتبعوا بالضبط شنو قاعد يصير في البلاد. هل عندهم تصور للخروج من الأزمة؟ لهنا ثم منهجية الكافية ديما نستعملوها، نشوفوا يعني في اجتماعات معمقة شنو يراو التونسي كالحلول اللي يقترحوها، ويعطيونا قائمة نتاع الحلول، ومن بعد القائمة هذيك احنا نطرحوها في السؤال الكمي وناخذوا الأرقام هذه. نلقاو أكثر حاجة أكثر حل يراوها التونسي هو الحوار والتفاهم بين الرؤساء الثلاثة، يقول لك باش تتحل الأزمة هذه لازم يتفاهموا بيناتهم ويحلوا المشاكل هذوما. 21% النسبة اللي بعدها نلقاوها تغيير نظام سياسي.
قال لك بدل النظام السياسي هو سبب المشاكل في البلاد هذه. ثم 17% ارساء محكمه دستوريه باش اذا كان ثم نزاع وثم مشكله وثم السلطه يعني سوبريم اللي يفض المشكله هذه. 10% نلقاو اقاله الوزراء محل اختلاف لان يقول لك هذو هما سبب المشاكل. 8% ما عندهمش راي. 5% يقول لك حل البرلمان واعاده الانتخابات. 4% استقاله الحكومه. 3% يقول لك تغيير القانون الانتخابي. هذوما اراء التوانسه كيفاش معناتها الحلول اراها. ها باش نرجعوا للتعليقات، لكن فقط نذكركم اللي اليوم الموعد في لو رونديفو لقاء خاص مع ضيف من نوع خاص. اليوم نستقبلوا في لو رونديفو معز شخشوق وزير النقل واللوجيستيك، وأكيد نحكيه معها على أزمة تونساغا الأخيرة وأيضا الوضع وضع مؤسسات النقل العمومي في تونس. بعد شوية معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك يكون ضيف لو رونديفو. يلا نرجعوا تعليقكم، شنو لفت انتباهكم في الأرقام هذه يا برهان؟ أولا لفت انتباهي الاتجاه العقلاني للمستجوبين، الاتجاه العقلاني لدى الرأي العام. يعني بعض السياسيين يحاولوا يقنعونا أنه راهو رؤيتهم للحل هي الرؤية الأكثر شعبية، حلين البرلمان مثلا، نرقى حلين البرلمان 5% 4% أقلية، يعني أقلية غير كذا. ترقى الاتجاه العقلاني هو الاتجاه الغالب، وهذا شيء إيجابي يرفع المعنويات، يقول لك هذه الأزمة تتحل بنسبة أولى بنسبة 35% بالتفاهم بين الرئاسات الثلاث. تغيير نظام السياسي ما يشبه فيها رؤية عقلانية، وهذا مطروح على الطاولة ويتطرح وفق نقاش في إطار المسالك والمؤسسات والمرجعيات القانونية. عموما اتجاه حل الأزمة كما يطالب به الاتجاه الأغلبي هو اتجاه عقلاني، هذاك عليه ياليت السياسيين يتلقفوا هذه الرسالة بالذات، لأن هذه الرسالة هي رسالة آلية تهمنا اليوم. رسالة صبر الآراء بخصوص الانتخابات يا من عاش ل 2024 هذه تهمنا اليوم. قالوا لكم يا سادة 32% لأغلبية التوانسة المستجوبين الحوار والتفاهم بين الرؤساء الثلاث، وإن شاء الله الصوت هذا يوصل. وأيضا فوجئت بالنضج الموجود في علاقة بإرساء المحكمة الدستورية، ولا مطلب معناها نجم شركات صبر الآراء تلقاه لدى المستجوبين، وهذا شيء إيجابي. أنا أعتقد أنه المهم هنا أنه ثم 54% من التوانسة يتابعوا في هذه الخصومة السياسية الكبيرة، وهذا مهم. ولو أنه 46% ما يسمعوش ثم عركة بين المشيشي وسعيد والغنوسي وغيرهم، وأعتقد هذو ما يسمعوش ربما في الإجابة، احنا ما عندناش ندقوا، ولكن ما عادوا معنيين بهذه النزاعات. ثم ناس هربوا من الشأن العام كلية، بداوا يختفيوا عن الشأن العام، وتشوفهم بعد وقت تلقى في نتائج صبر الآراء حول المشاركة في الانتخابات وبدأ رأي، يفوتوا 60% من الناس ساعات يقول لك احنا تو ما قررناش شكون باش ننتخبوا وربما قد لا ننتخب. كما قال برهان انه هناك وعي بالنسبة للناس اللي أجابوا على مستوى الآليات لحل المعضلة، يعني عندهم وعي أهم للأسف من السياسيين وقت يقول لك مش كنا في النظام السياسي، مش كنا في المحكمة الدستورية، وربما بعض الناس اقترحوا إقالة الوزراء محل الاختلاف حوالي 10%، ولكن يقول لك خلينا نخرجوا من النزاع كأي تونسي، فك علينا من نزاع سيدي يمشوا يستقيلوا هما ونلقاو حل. اللي فكرة البرلمان مثلا 4% ولا 5% حل البرلمان والانتخابات المبكرة معناها في 3%، أنا نتفهم هذا لأن المستجوبين جزء من المشهد السياسي من الحالة السياسية اللي يلقاوا تمثيليتهم في مجلس النواب الشعب، يعني هم كلهم من هذا ومن الكرامة ومن قلب تونس ومن تحية تونس وغيرها، هم أنفسهم يعتبروا أنفسهم هذا المشهد يعبر عنهم بطريقة أو بأخرى. شكرا لك نبيل بلعم مدير عام مؤسسة إمغود كونسلتينغ. البارومتر الجاي وقت إن شاء الله؟ إن شاء الله آخر مارس. إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى نبيل بلعم، مواصلين معكم بعد شوية الموعد في رونديفو مع معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك، نستقبله بعد الفاصل.